اهلا وسهلا بخطيب بنتي. اهلا وسهلا. شكلي جيت في وقتي مش مناسب، معلش. مش مناسب ايه يا حماتي؟ ده بيتك. اقعدي اقعدي ريحي والنبي، وبلاش قرص اللبليب بتاعك ده. ها، متضايقه من وجودي؟ امشي. ايه الكلام ده يا هنيدي؟ تمشي ايه؟ انت مش موعدني نتفرج على ذا فويس مع بعض النهارده؟ اوه، انا فتحت بقي؟ انا بس شايفاك قاعد لازق في البيت، وانا جيت قلت مزكه. ده بيوريني ساعته الجديده يا ماما. والله؟ طب والساعة كام دلوقتي يا عيني؟ الساعة 60 دقيقة دايما يا حماتي. وهو ده سؤال برضو؟ ايه ده؟ عسل والله يا خطيب بنتي. عارف لولاش ده عندي السكر كنت قمت قرقشت ودانك. شايف امك يا امي؟ ماما انت هتبطلي ولا انزل اتفرج مع هنيدي على ذا فويس في اي كافيه؟ لا وعلى ايه، انزل انا واسيب لكم البيت احسن. بقول لك ايه يا هنيدي، خف رجلك يا حبيبي على البيت شوية لحد ما تكتبوا كتابكم يا عريس الهنا. يا حماتي انا بوست ايدك ورجلك تخلينا نكتب الكتاب وانت اللي رافضه. لما تبقى تلاقي شقه تمليك وتكتبها باسم البنت نبقى نكتب الكتاب. يا ماما مش احنا قلنا ان احنا هنتجوز هنا معاكي في الشقه؟ انتوا قلتوا اه، بس انا ما وافقتش طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ انا بحب اقعد براحتي في بيتي. اه، البس كات، البس عريان، البس بيكيني واتصور بيه، انا حره. ما ينفعش بقى في راجل غريب يعيش معايا في الشقه. وهو هنيدي غريب يا ماما؟ ده أغرب موجود شفته في حياتي. خلاص نعيش مع جدي. معلش يا هنيدي، أنا ما أقدرش أقعد مع راجل غريب. أنا أحب أقعد براحتي، ألبس ترينج، أغسل ببنطلون بيجامة، أضرب ماسك زبادي بالفراولة. ده أنتم متفقين بقى؟ طبعا إذنكم. رايح فين؟ ذا فويس هيبدأ خلاص. معلش، أصل أنا بحب أتفرج على ذا فويس براحتي، ألبس شراب في دماغي، أشد شوية نشوق. أنا ما بحبش أتفرج مع حد غريب من الآخر. عن إذنكم. عجبك كده يا ماما؟ بلا نيلة.